دار 25 التناسبية، لا بروبورسيوناليتي، الحصة الثالثة ديال قوم تعلماتي، رقم 5 أي الجدولين يمكن ملء خانتي الأخيرة ولماذا؟ الجدول الأول ديال عدد العلب وعدد البيض، علبة واحدة 6 البيضات، 5 علب 30 بيضة، 7 علب 42 بيضة، إذا 10 علب، هل يمكن ملء الخانة الأخيرة؟ الجدول الثاني يبين تطور طول دودة القز، قسم بالأيام، 5 أيام الطول 3 مليمتر، 7 أيام الطول 4 مليمتر، 10 أيام الطول 6 مليمتر، هل يمكن ملء الخانة الأخيرة؟ إذا أي الجدولين يمكن ملء خانته الأخيرة؟ ولماذا؟ ولماذا؟ إذا كان هذا الجدول يمكن ملء خانته الأخيرة، تذكر الجدول وتقول لماذا؟ إذا كان هذا الجدول تذكر الجدول وتقول لماذا يمكن ملء خانته الأخيرة؟ رقم 6 البيانات التالية خاصة بتنقل قافلة رحل في إحدى المناطق الصحراوية المغربية، الرحل. في اليوم الأول قطعت 9 كيلومتر، هذه القافلة قطعت في اليوم الأول 9 كيلومتر، وبعد 3 أيام قطعت 23 كيلومتر، بعد 5 أيام قطعت 31 كيلومتر، إذن جدول أول كبير، اليوم الأول 3 كيلومتر، اليوم الأول عفوا 9 كيلومتر، اليوم الأول 9 كيلومتر، 3 أيام 23 كيلومتر، 5 أيام 31 كيلومتر، هل يمكن ملء الخانة الأخيرة؟ إذا أقوم بتنظيم هذه البيانات في الجدول، هي المعلومات هذه، تكمل الجدول، ثم تجاوب على السؤال هل يمكن ملء الخانة الأخيرة؟ هل يمكن ملء هذه الخانة؟ ولماذا؟ إذا كان نعم لماذا؟ إذا كان لا لماذا؟